السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حكايتنا النهاردة رواية السقا مات للأديب الكبير الراحل يوسف السباعي. رواية السقا مات بتتكلم عن علاقة الإنسان بالموت، وإن الموت بيؤثر في الإنسان، وخصوصا إذا كان الميت قريبا منك أو حبيبك من عيلتك. تدور أحداث السقا مات من حوالي 100 سنة في حي الحسينية. في كل يوم يجتمع أهل حي الحسينية أمام الصنبور العام بانتظار موظف الحكومة عشان يفتح لهم صنبور المية وياخدوا المية. ونجد في ظلم من الموظف الحكومي، دايما يجي متأخر ويعامل الناس معاملة قاسية. بطل الرواية هو شوشة. شوشة ده السقة، والسقة كانت وظيفة زمان، وكان بياخد المية من الصنبور العام الحكومي ويوزعه على البيوت وعلى القصور. ويتعرف شوشة على فتاة ويتزوجها، هذه الفتاة محترمة، وتموت هذه الفتاة وتترك له سيد ابنه. والغريب ان في القصة اسمها السقا مات، ولكن السقا اللي هو شوشة مش هيموت في القصة. فليه بقى اسمها السقا مات؟ النقاد وضحوا لنا الأمر ده وقالوا حل المشكلة دي بمنتهى البساطة في وجهتين نظر. وجهة النظر الأولانية بتقول إن السقا مات، عايزين نقول إن السقا اللي هو شوشة لما زوجته أمينة توفت هو مات، أصبح ميت العواطف والمشاعر، وزاهد في الحياة وزاهد في النساء موت المشاعر وموت العواطف، ودايما في كل لحظة بيتذكر زوجته والذكريات الجميلة اللي كان عايش بيها، والذكريات الجميلة اللي عاشوا فيها هو وزوجته. والشخص ده السقا ده اللي هو شوشة عنده روحانيات جميلة، بيواظب دايما على صلاة الفجر ويوقظ ابنه لصلاة الفجر. وجهة النظر التانية بتوضح لينا يعني ايه كلمة السقا مات. بتقول وظيفة السقا نفسه انتهت. ليه؟ لان شوشة السقا مش هيفضل طول عمره يسقي الناس الوظيفة البسيطة ده، لا هيترقى ويكون هو المسؤول الحكومي اللي بيفتح صنبور المية العمومي، وطبعا هيساعد الناس، مش هيعمل زي الموظف السابق اللي كان ماسك الصنبور العام اللي كان دايما يتأخر ويظلم الناس ودايما يعامل الناس بجفاء وبقسوة. الشخصية الثانية والشخصية المهمة في رواية السقا مات هي شخصية شحاتة. شحاتة ده مختلف تماما عن السقا، يعني السقا شوشة. السقا شوشة إنسان عنده مبادئ وروحانيات. هذا الشخص نموذج عابث، يعتمد على الله، لا يحترم الموت ولا يقدر الموت ولا يعرف إن الموت سيأتي فجأة، يعيش حياة وجودية خالصة لا روحانيات فيها. على الرغم من ذلك هتتعجب لما تعرف ايه وظيفته. الراجل ده مطيباتي، مطيباتي دي وظيفة زمان، يعني يمشي وراء الجنازات ويدعو لأهل الميت، يعني يطيب خاطرهم. كل يوم بيشوف الأموات برغم كده ما بيتعظ، وعايش حياة وجودية عبثية كلها لهو وغرقان في الشهوات.
Thank you.